نروح لأخبار المحافظات التانية. ففي المنوفية تم البدء في إنشاء مركز الأورام بمنوف بتكلفة بتصل ل 2 مليار و 500 مليون جنيه، وده لخدمة أهالي محافظات الدلتا. وكمان في كفر الشيخ تم تقديم خدمات طبية ضمن مبادرة 100 يوم صحة. كمان امبارح في بورسعيد تم البدء في تسليم المرحلة الثالثة لكارت ميزة لأصحاب المعاشات. أما في شمال سيناء فقد تم تخفيض سن القبول للصف الأول ابتدائي ومجموع دخول مدارس التعليم الفني. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في المنوفية تم البدء في بناء مركز الأورام بمدينة منوف بتكلفة تتعدى 2 مليار و 500 مليون جنيه، وده في إطار الارتقاء بالمنظومة الطبية والتخفيف على مرضى الأورام من أبناء المحافظة. في كفر الشيخ أكدت المحافظة إن مبادرة 100 يوم صحة قدمت خدمات طبية مجانية لمليون و 787,351 مواطن ما بين مبادرات رئاسية وتنظيم أسرة ونفق الدولة وغير قادرين وعيادات خارجية وطوارئ ووحدات طب أسرة. في أسيوط أكدت المحافظة استمرار أعمال التطوير وتركيب بلاط الأنترلوك بالشوارع الداخلية الضيقة بالمراكز والمدن لتسهيل حركة مرور المواطنين، وتم الانتهاء من تركيب بلاط الأنترلوك ب 22 شارع بمركز القوصية بمسطح 15,000 متر، وده ضمن خطة المحافظة الشاملة للتطوير والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. في بورسعيد أعلنت المحافظة عن البدء في تسليم المرحلة الثالثة من بطاقات المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات مستحقي بدل المنطقة الحرة كارت ميزة بمقر ديوان عام محافظة بورسعيد بدءاً من 7 صباحاً، وده هيستمر لحد يوم الاثنين القادم الموافق 4 سبتمبر. في المنيا أعلنت مديرية الصحة إجراء 58,751 تحليل مختلف بمعامل المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمنيا خلال شهر يوليو الماضي، وتقدم إدارة المعامل بالمديرية خدمتها عن طريق الفرق الإشرافية بمعامل المستشفيات والوحدات الصحية. في شمال سيناء قررت المحافظة تخفيض سن القبول للصف الأول الابتدائي ببعض مناطق المحافظة وتخفيض مجموع دخول مدارس التعليم الفني بشمال سيناء. في الوادي الجديد أعلنت المحافظة عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدرسة الرسمية الدولية بالمحافظة، وده لمدة 10 أيام، وبيتم دعم المحافظة للمصروفات الدراسية للدفعة الأولى بنسبة 50%، وبتتراوح المصروفات الدراسية ما بين 15 ل 18,000 جنيه وفقاً للمرحلة الدراسية. في الشرقية يستأنف فرع المجلس القومي للمرأة فعاليات المرحلة الرابعة لحملة طرق الأبواب تحت عنوان بلدي أمانة، وده هيكون في عدد من قرى مراكز أبو كبير وبلبيس وهاهية. تستهدف المبادرة رفع الوعي بالتحديات اللي بيواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين.